السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. بلغنا في هذا الكتاب، كتاب شرح غاية السول لجمال الدين ابن المبرد، قوله رحمه الله: فصل. الندب أي تعريفه. ولا زال الكلام في الأحكام الشرعية التكليفية. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. الندب أي تعريفه، وله معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فهو في اللغة الدعاء إلى الفعل، وهو شرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، اختاره الأكثر، ورد بأن من الواجب ما لا يعاقب تاركه كصلاة الحائض. قيل لا ترد لعدم ثوابها على الفعل، قيل صلاة المجنون يثاب على فعلها ولا يعاقب على الترك، قيل لا وجوب على المجنون، وقيل ما هو مأمور به يجوز تركه إلى بدل لا إلى بدل، وقيل ما هو مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل. وهو أي الندب مرادف المسنون والمستحب، أي معناهم واحد. وهو أي الندب مأمور به حقيقة، اختاره الأكثر من أصحابنا وغيرهم، وقيل مجازا اختاره الحلواني وأبو الخطاب، وذكر أبو العباس أن المرقب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرا حقيقة. فيه أقوال، ثالثها يسمى طاعة مأمورا به. وهو أي المندوب تكليف، ذكره ابن عقيل والشيخ في الروضة وغيرهما، لأن في فعله كلفة. وقيل لا، أي ليس تكليفا، قاله الأكثر. قالوا: ومن دخل في صوم مسنون أو صلاة مسنونة ندب له إتمامه ولم يجب، وكذلك كل مسنون، فإن أورد الحج. فأجاب بعضهم بأنه كالفرض نية ووقتا وفعلا وكفارة، فساوى الفرض. أحسنت. هذا هو المندوب، ثاني الأحكام الشرعية التكليفية بعد الواجب. فقال: الندب أي تعريفه، وله معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، كما هو شأن كل المصطلحات الشرعية وسائر المصطلحات، أن لها معنى في اللغة، معنى في اللغة التي تكتب بها، ومعنى في الاصطلاح وهو العرف الخاص الموجود في كلام أهل ذلك الفن. فقال: فهو في اللغة الدعاء إلى الفعل. الندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، يعني طلب الفعل مطلقا. ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. يمدح الشاعر هذه القبيلة بأن أخاهم، أي الواحد الفرد منهم، إذا ندبهم إلى شيء من الملمات كالقتال مثلا، فإنهم لا يسألونه، لا يندبونه إلى برهان يقيمه عليه. يعني حين يندبهم أي يطلبهم إلى ذلك الأمر الملم، لا يسألونه برهانا على ما كلمهم فيه. قال: وهو شرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فالمندوب كصلاة الضحى مثلا، إذا فعلها المسلم فإنه يثاب، وإذا تركها فإنه لا يعاقب. وتلاحظون أن هذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله هو تعريف للمندوب وليس للندب، لأنه قال الندب لغة كذا وشرعا كذا.
فلا يقال الندب ما أثيب فاعله، إنما الندب هو طلب الفعل، طلب الفعل طلبا غير جازم، أو تقول طلب الفعل مع عدم العقاب على الترك، هذا هو الندب. أما المندوب فهو الفعل الذي طلب، فالندب حكم، صفة للحكم، والمندوب صفة للفعل الذي طلب. قال اختاره الأكثر ورد، يعني اختار هذا التعريف الأكثر. نعم هو تعريف مشهور عند الأصوليين وعند الفقهاء، أن المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ثم قال ورد، يعني هذا التعريف رده بعض العلماء، أي اعترض عليه، بأن من الواجب ما لا يعاقب تاركه كصلاة الحائض. تلاحظون أن هذا إيش؟ وهم ولا لا؟ وهم، لأن هذا الاعتراض هو على تعريف الواجب بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والكلام هنا ليس في الواجب وإنما في حكم آخر وهو الندب. فهذا وهم المصنف رحمه الله، وكل إنسان يخطئ، ما من إنسان إلا ويخطئ. قال ورد بأن من الواجب، يعني إذا قلنا إن الواجب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فيعترض عليه بأن من الواجب الذي هو المعرف ما لا يعاقب تاركه كصلاة الحائض، فإن الحائض إذا تركت الصلاة هل تعاقب؟ لا تعاقب. طيب والصلاة واجبة، فكيف تقول ما يعاقب تاركه؟ قيل، يعني في الجواب، قيل في رد هذا الرد، في جواب هذا الاعتراض، لا ترد، يعني لا يرد على التعريف صلاة الحائض، لا ترد صلاة الحائض على هذا التعريف. لما لا يرد على التعريف؟ قال لعدم ثوابها على الفعل، يعني كأنه يقول الواجب لم نقل فقط هو ما لا يعاقب تاركه، بل ذكرنا له أمرين لا بد من اجتماعهما في الفعل حتى يوصف بأنه واجب، أنه يثاب فاعله وأنه أيضا يعاقب تاركه، لا بد من صدق الشطرين هذين القيدين على الفعل حتى يوصف بالوجوب. قيل، أي اعتراض آخر، يعني أورد على تعريف الواجب عندما قلنا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، اعترض عليه باعتراض ثاني فقال صلاة المجنون يثاب على فعلها ولا يعاقب على الترك. صلاة المجنون، يعني لو أن المجنون أو أن الصغير لو صلى فإنه يثاب، ولو ترك لا يعاقب، مع أن الصلاة لا تجب عليه. قال قيل لا وجوب على المجنون، يعني قلنا في الجواب أن الصلاة لا تجب على المجنون أصلا، فلا تجب عليه لا الصلاة ولا غير الصلاة، ومن ثم لا يرد الاعتراض أصلا. ثم قال وقيل ما اسم موصول بمعنى الذي، ما هو مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل، يعني وقيل في تعريف المندوب بأنه مأمور يجوز تركه لا إلى بدل، يعني يجوز تركه مطلقا فلا يجب بدل ولا يأثم بالترك.
ولو أنه قال ما كما ذكرناه من قبل يعني ما أمر به أمرا غير جازم لكان حسنا، هذا من أحسن تعريفات المندوب، ما أمر به الشارع أمرا غير جازم. ثم قال رحمه الله: وهو أي الندب شروع في مسألة ثانية من مسائل المندوب، المسألة الأولى معقودة لتعريفه، والمسألة الثانية في الكلام عن ألفاظ اصطلاحية مرادفة للمندوب. فقال: وهو أي الندب مرادف المسنون والمستحب. وأيضا يرد ما ذكرناه من قبل آنفا أنه لو قال المندوب مرادف المسنون والمستحب لكان أحسن في العبارة. أما الذي يرادف الندب فهو ماذا؟ السنة والاستحباب. نعم، يعني إذا أردنا تدقيق يعني في العبارات، وإلا فالأمر واسع في هذا. قال: وهو أي المندوب مرادف المسنون والمستحب. نعم، يعني المسنون هو نفسه المستحب، هو نفسه المندوب في كلام العلماء، فهي ألفاظ متعددة والمعنى واحد لا يتفاوت عند الحنابلة وعند الشافعية، وإنما الكلام عند الحنفية وعند المالكية لأنهم يفرقون. فالحنفية لهم تقسيم مشهور، فيقسمون السنن ثلاثة أقسام مرتبة من الأعلى إلى الأدنى على الترتيب التالي: سنن الهدى، وسنن الزوائد أو سنن العوائد، والنفل. سنن الهدى هذا الرتبة الأولى، ثم يليها سنن الزوائد، وقد يقال سنن العوائد، والثالث النفل. ويقصدون بسنن الهدى ما كان من شعائر الإسلام الظاهرة الذي تركه يكون نقصا في الدين، مثل صلاة الجماعة ومثل الأذان والإقامة. طبعا نمثل بالأمثلة عندهم على مذهبهم، على مذهب الحنفية، صلاة الجماعة والأذان والإقامة فإنها من سنن الهدى عندهم. وأما سنن الزوائد فهو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس تركه نقصا في الدين، مثل السنن الرواتب قبل الصلوات المفروضة أو بعدها، فهذه من سنن الزوائد أو العوائد، وركعتي يعني ركعتي الفجر مثلا. السنن الرتبة الثالثة النفل، وهو يرادف المندوب باصطلاح غير الحنفية، يعني ما أمر به أمرا غير جازم ولم يكن من القسمين الأولين، مثل صلاة الضحى، فإن الضحى عند الحنفية نفل ولا يسمونها من سنن الهدى ولا من سنن الزوائد. وأما المالكية فعندهم تفصيل طويل واضطراب كبير في تحديد مصطلحات السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة والرغيبة والفضيلة والنفل والمستحب، وتتفاوت عندهم هذه المراتب باعتبار عدة أشياء: عظم الأجر وقلة الأجر، إظهار النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل وعدم إظهاره، مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل وعدم المواظبة. ثلاثة قيود تختلف في هذه المصطلحات، وإنما لم أذكرها بسبب الاضطراب الكبير في تحديد هذه المصطلحات عند المالكية، بحيث ما نستطيع أن نجزم ما معنى هذا المصطلح عندهم. فعندهم السنن المؤكدة والسنن الخفيفة والرغيبة والفضيلة والنفل والمستحب والمندوب، يعني والتطوع ألفاظ كثيرة، بعضهم يجعلها مترادفات كالنفل مثل المستحب، وبعضهم يفرق بينها. وضابط التفريق كما قلنا الأمور الثلاثة: عظم الأجر وقلته، إظهار النبي صلى الله عليه وسلم للشعيرة أو عدم إظهارها، يعني إظهارها في جماعة أو عدم إظهارها، والأمر الثالث المواظبة على الفعل بلا انقطاع
أو عدم المواظبة. قال: وهو أي الندب مرادف المسنون والمستحب أي معناهم واحد، فحينئذ لا يكون بينهم تفاضل ولا تباين، لا في المصطلح ولا في الأثر، وهو عظم الأجر أو قلة الأجر. ثم شرع رحمه الله في مسألة ثالثة تتعلق بالمندوب، فقال: وهو أي الندب مأمور به حقيقة. هذه المسألة الثالثة المتعلقة بالمندوب، فقال: وهو أي الندب مأمور به حقيقة اختاره الأكثر من أصحابنا وغيرهم. المندوب بعد أن عرفنا معناه وحكمه من حيث ترتب الثواب على الفعل وعدم العقاب على الترك، هل هو مأمور به؟ يعني هل يتناوله الأمر الشرعي حقيقة أو لا يتناوله حقيقة؟ فإذا أمر الشارع بمندوب كان على سبيل المجاز، هذه معنى المسألة. المندوبات قد يأتي طلبها في الشرع بصيغة الأمر: وصلوا بالليل والناس نيام، وقيام الليل سنة، لكنها جاءت بصيغة الأمر. فهل هذا الأمر تناوله للمندوب، دلالته على المندوب دلالة حقيقية، أم هي دلالة مجازية غير حقيقية؟ قولان مشهوران للعلماء. فقال: هو مأمور به حقيقة اختاره الأكثر من أصحابنا وغيرهم. نعم، هو قول جمهور العلماء، فالأمر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ونص عليه الإمام أحمد فيما نقل عنه. ثم قال: وقيل، هذا شروع في المذهب الثاني في المسألة، وقيل مجازا، يعني أن المندوب غير مأمور به حقيقة، فإن وجدنا مندوبا أمر به الشارع فإنما هو أمر مجازي لا أمر حقيقي، وهذا مذهب أكثر الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، يعني جماعة أيضا كثيرة من العلماء. قال: اختاره الحلواني، اختاره الحلواني وأبو الخطاب، يعني المذهب الثاني اختاره من الحنابلة الحلواني، وقد مر معنا توفي سنة 546 هجرية، وأبو الخطاب الكلوذاني تلميذ أبي يعلى متوفى سنة 510 هجرية. قال: وذكر أبو العباس، أبو العباس المراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وذكر أبو العباس أن المرغب فيه من غير أمر، يعني المندوب، المقصود المندوب المستحب، أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرا حقيقة؟ فيه أقوال: ثالثها يسمى طاعة وليس مأمورا به. أين السقط؟ كلمة ليس، شوف السقط هذا يغير المعنى، والسقط هذا مر معنا أكثر من مرة في الكتاب. ثالثها يسمى طاعة وليس مأمورا به، وهذه العبارة مشهورة عند الأصوليين على أقوال ثالثها كذا، وهذا من الإغراق في الاختصار والاكتفاء بفهم الطالب النبي. لماذا؟ يعني نجد هذا كثيرا في مختصر ابن الحاجب وفي جمع الجوامع وفي غيرهما من الكتب، أنهم يقولون على أقوال ثالثها كذا. الثالث إذا كان مفصلا بعد إطلاق القولين الأولين، فإن التفصيل الثالث يكشف عن إطلاق القولين الأولين، وحينئذ تكون المذاهب على النحو التالي: أن القول الأول أو المذهب الأول أنه يسمى طاعة ويسمى مأمورا به، والثاني عكسه، لا يسمى طاعة ولا مأمورا به، وهذا تلاحظون مذهب شاذ الثاني فيه شذوذ كبير، والثالث
يسمى طاعة لكن لا يسمى مأمورا به يعني على سبيل الحقيقة، إنما هو مأمور به على سبيل المجاز. وهنا إشكال، وهو أن مذهب الإشكال يرد على مذهب الجمهور. سبق معنا آنفا أن مذهب الجمهور أن المندوب مأمور به على سبيل الحقيقة، وحينئذ يكون الأمر الشرعي له معنيان، مدلول الأمر الشرعي اثنان كلاهما على سبيل الحقيقة، أحدهما الوجوب والثاني الند. الوجوب واضح ما يحتاج إلى وقفة، لكن المندوب هو الكلام فيه الآن، أن الجمهور يقولون المندوب مأمور به حقيقة. فمدلول الأمر الشرعي شيئان، الندب والوجوب، وكلاهما حقيقة. ونعرف أن اللفظ الواحد إذا كان له معنيان فأكثر وكلها على سبيل الحقيقة يكون اللفظ حينئذ من قبيل المشترك اللفظي، والمشترك اللفظي من قبيل المجمل، والمجمل لا يجوز للمجتهد أن يصرفه إلى أحد معانيه إلا بقرينة. فكيف يصح مع هذا أن تقول الأمر يفيد الوجوب؟ ينبغي حينئذ تقول الأمر يفيد إما الوجوب وإما الندب، ويتوقف كل ذلك على القرائن. فإن وجدت قرينة الوجوب حملناه على الوجوب، وإن وجدت قرينة الندب حملناه على الندب، فهذا يعني ظاهره التناقض. وضح الإشكال أو عيد ما وضح؟ طيب، الآن الذي ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة أن المندوب مأمور به على سبيل الحقيقة. طيب، وفي نفس الوقت الأمر من معانيه ماذا؟ الوجوب. فحينئذ الأمر يكون كم له معنى؟ معنيان، الوجوب والند، وكلاهما على سبيل الحقيقة. فحينئذ هيكون هذا ماذا؟ مشترك اللفظية، لأن المشترك اللفظي لفظ واحد وله عدة معاني، معنيان فأكثر، وكلها على سبيل الحقيقة. والمشترك اللفظي من قبيل المجمل، لأن معانيه متساوية، لا يوجد أرجحية، لا يوجد راجح مرجوح، كلها على سبيل الحقيقة. طيب، والمجمل لا يجوز العمل به، يعني لا يجوز حمله على أحد معانيه إلا بقرينة، إذن يتوقف فيه أول الأمر. وحينئذ إذا ورد الأمر ينبغي أن يقال هكذا: الأمر يحتمل إما الحقيقة وإما المجاز، ولا يجوز صرفه إلى أحدهما إلا بقرينة. مع أن الجمهور نفسهم هؤلاء يقولون إن الأمر المطلق يحمل على ماذا؟ على الوجوب. ما قالوا على الوجوب والندب أو على أحدهما أو يتوقف المجتهد، قالوا الوجوب، جزموا بمعنى واحد فقط وهو الوجوب. فكيف يرجحون الوجوب على الندب وأنتم تقولون الوجوب والندب كلاهما معنى حقيقي للأمر؟ هذا واضح الآن إشكال، واضح؟ فجوابه بالتفريق بين مطلق الأمر والأمر المطلق. يعني عندنا شيئان، مطلق الأمر المطلق وعندنا مطلق الأمر. فالأمر المطلق شيء واحد له معنى واحد في الشريعة وهو الوجوب، وأما مطلق الأمر فمعناه أي أمر كان. عليكم السلام. أي أمر كان، مطلق الأمر معناه أي أمر كان، وحينئذ يصدق بالوجوب ويصدق بالندب، فيدخل الندب في الأمر من هذه الجهة، بمعنى أن المندوب يدخل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق. هذا جوابه، واضح؟ واضح الجواب؟ طيب، ما واضح؟ يعني عندنا شيئان لفظان مختلفان، عندنا الأمر المطلق هذا الأول،
وعندنا لفظ آخر وهو مطلق الأمر. فالأمر المطلق بمعنى المجرد عن القرائن، هذا معنى واحد فقط، يعني لا ليس في الشريعة أمر مطلق إلا وهو الوجوب فقط. أما مطلق الأمر فمعناه أي أمر كان، أي أمر كان، فحينئذ يدخل فيه المندوب والواجب، لأنه يصدق أنه أمر، يصدق أنه أي أمر كان. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو أي المندوب، هذا شروع في مسألة رابعة، وهو أن المندوب هل هو مكلف به، هل هو مكلف به، يصدق أنه تكليف شرعي، تكليف أو لا، أو ليس تكليفا. فقال: وهو أي المندوب تكليف، ذكره ابن عقيل والشيخ في الروضة وغيرهما، هذا هو المذهب الأول، أن المندوب مكلف به، أن المندوب مكلف به فهو تكليف، ذكره ابن عقيل أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي، والشيخ المراد به موفق الدين ابن قدامة في الروضة، وذكره غيرهما. ومن أشهر من ينسب إليه هذا المذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني، وكذلك القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله الجميع. ثم ذكر دليل المذهب الأول فقال: لأن في فعله كلفة. هذا دليل من يقول إن المندوب تكليف، المندوب تكليف، لما؟ قالوا: لأن في فعله كلفة، إلا أنها كلفة يتحملها الإنسان، ليست خارج عن الطاقة والقدرة بحيث يعجز عنها، هي كلفة لكنها محتملة، كلفة محتملة. فالذي يقوم الليل أليس ترك النوم الذي هو يعني محبب للإنسان، يترك النوم ويقوم ويصلي ويركع ويسجد، ففيه كلفة أو لا؟ فيه كلفة، ومع ذلك هو مندوب إليه، إذن المندوب تكليف. هذا هو المذهب الأول. ثم قال: وقيل لا، أي ليس تكليفا، هذا هو المذهب الثاني. قال: وقيل لا، أي ليس تكليفا. وهذا المذهب دليلهم قالوا أن المندوب يجوز تركه مطلقا، فلا يأثم ولا يحتاج إلى بدل، بل يجوز تركه مطلقا. فأين الكلفة؟ فعل أنت لو تركته لم تعاقب، ولا تحتاج إلى بدل عنه، بل يجوز تركه مطلقا حتى لو استطعته، فأين الكلفة فيه؟ لا يوجد كلفة. وحينئذ كيف تقولون إن المندوب تكليف؟ هو إذن ليس تكليفا. قال: قاله الأكثر، يعني أكثر العلماء على أن المندوب ليس تكليفا. لكن أيضا هنا إشكال، مذهب الجمهور كما رأيتم أن المندوب ليس تكليفا، وإذا جاءوا إلى تعداد الأحكام التكليفية قالوا: واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح، فيعدون المندوب من الأحكام الشرعية إيش؟ التكليفية. وجاءوا هنا وقالوا المندوب ليس تكليفا، فظاهر صنيعهم التناقض. واضح الاعتراض؟ وأجيب عن هذا بأن المراد بالأحكام الشرعية التكليفية يعني الأحكام المتعلقة بأفعال المكلف الذي هو البالغ العاقل، فأفعال المكلفين وتصرفاتهم لا تخرج عن أحكام خمسة هي المذكورة آنفا، فسميت تكليفية من هذا الباب، هكذا قيل، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله:
قالوا هذا شروع في مسألة خامسة، وهي أن المندوب هل يلزم بالشروع فيه؟ المندوب قد عرفنا حده وحكمه، وهو أن المكلف له أن يفعله وله أن يتركه، لكن لو شرع فيه يعني بدأ فيه فهل يلزمه الإتمام؟ يعني بمعنى هل المندوب ينقلب واجباً بالدخول فيه فليس له أن يقطعه؟ مسألة فيها خلاف مشهور عند الأصوليين، فقال ومن دخل في صوم مسنون أو صلاة مسنونة ندب له إتمامه ولم يجب، وكذلك كل مسنون. احتاج أن يقول وكذلك كل مسنون، لأنه صور المسألة بفروع جزئية، وعادة الأصوليين أنهم يصورون المسألة تصويرا كليا ثم يجعلون المسائل الجزئية أمثلة لها، لكن تسامح المصنف وغير المصنف من الأصوليين بأن يصوروا المسألة الكلية بفرع جزئي من باب أنك تلحق النظير بنظيره، كأنه يقول هذه المسألة ونظائرها من الفقه التي يجمعها ذاك الأصل، فالخطب يسير. قال ومن دخل في صوم مسنون أو صلاة مسنونة ندب له إتمامه. لاحظوا ندب له بمعنى لم يلزمه الإتمام، لا يجب عليه، بل له أن يقطعهم، لكن يستحب له أنه يتم، لأن لا شك لأنه يستحب له، لأنه هو الأفضل والأكمل والأحسن وفيه حصول الثواب. وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية، أن المندوب أي المسنون لا يلزم بالشروع فيه، فلا ينقلب المستحب واجبا بالدخول فيه، خلافا للمالكية والحنفية. إلا أن الحنفية أطلقوا يعني الخلاف، يعني أطلقوا النفي في المسألة، بمعنى أنهم قالوا المندوب يلزم بالشروع فيه، وأما المالكية فقيدوه ببعض المسائل دون بعض. قال فإن أورد، أي فإن أورد مورد، أي اعترض معترض على هذه القاعدة بصورة خالفنا فيها أصلنا فالجواب كذا وكذا. طيب ما هو الإيراد؟ فإن أورد الحج، أي حج التطوع، وكذلك عمرة التطوع، فأجاب بعضهم. كيف الإيراد؟ ما وجه الإيراد؟ أن حج التطوع وكذلك العمرة إذا كان تطوعاً أنه يلزم بالشروع فيه، فإذا دخل فيه يلزمه بإجماع العلماء أن يكمله وأتم الحج والعمرة لله. فما الجواب؟ قال فأجاب بعضهم بأنه أي حج التطوع كالفرض، يعني كحج الفريضة، نية ووقتا وفعلا وكفارة فساوى الفرض، يعني كأنه صار مثل الفرض، لا فرق بينهما، لا فرق إلا في الثواب فقط، ثواب الواجبات في الشريعة ليست كأجر وثواب المندوبات. فإذا حج التطوع كحج الفريضة، نية، النية واحدة، وهناك أيضا يعني تمتع وقران وإفراد، ووقت، الوقت واحد، وفعلا فروض الحج وواجباته وسننه في الواجب مثل التطوع سواء بسواء، والكفارة كذلك لا تختلف بين الفعلين في شيء. قال فساوى الفرض. وها هنا إشكال وهو محل بحث، يعني لا جواب عنه، وهو أن المعروف أن في الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أن القاعدة الأصولية كلية أجمعية، وأن القاعدة الفقهية كلية أغلبية. فالقاعدة الأصولية مضطردة لا تنخرم في صورة،
فهي أجمعية تتناول جميع صورها. وأما القاعدة الفقهية فهي كلية أغلبية يكون لها في العادة مستثنيات. وهنا القاعدة الأصولية تقول المندوب لا يلزم بالشروع فيه، ثم تقول ويستثنى الحج والعمرة، ليس كذلك؟ ومثل هذا يقع في بعض القواعد الأصولية. فمثلا الحنفية يقولون المشترك لا عموم له، قاعدة معروفة عند الحنفية. ثم يقولون ويستثنى من ذلك المشترك إذا وقع بعد نفي، فإنه يكون له عموم، فجعلوا للقاعدة استثناء. وحينئذ فيبحث عن جواب عن هذا، أو يقال إن القاعدة الأصولية كالقاعدة الفقهية يكون لها مستثنيات، يكون لها مستثنيات. نعم، لا، ليست القواعد الأصولية لو صح هذا ليست كالقواعد الفقهية من حيث الكثرة، لأنه يندر أن توجد قاعدة أصولية لها استثناء. أما القواعد الفقهية فعامة القواعد الفقهية لها استثناءات. قال والمكروه، نعم هذا ما قرأناه، تفضل يا شيخ. والمكروه أي تعريفه ضده، أي ضد المندوب، وهو ما مدح تارك. عفوا، طيب جزاك الله خير، نسينا أن نذكر ثمرة الخلاف المسألة الأخيرة. ثمرتها فيما لو قطع النفل، يعني شرع فيه أي دخل فيه ثم قطعه، ثمرة الخلاف تظهر هنا. فعند أصحاب المذهب الأول القائلين بأن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، ليس عليه شيء، ليس عليه قضاء. وأما عند أصحاب المذهب الثاني فإن عليه القضاء، بل عليه الإثم إن تعمد، بمعنى إن تعمد أثيم وقضى، وإن لم يتعمد قضى ولم يأثم. فهذا فرق، يعني ثمرة للخلاف بين المذهبين المذكورين. واضح؟ يعني صام صوم تطوع وما أكمله يقضي عند أصحاب المذهب الثاني ولا يقضي عند أصحاب المذهب الأول. طبعا أما مسألة الحج والعمرة فهي مسألة كما قلنا خارج عن محل النزاع، يلزمه القضاء. نعم، تفضل يا شيخ. والمكروه، والمكروه أي تعريفه ضده، أي ضد المندوب، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. وفي كونه أي المكروه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب على الخلاف، اختيار الأكثر أنه منهي عنه حقيقة، وقيل لا، والأكثر على أنه ليس مكلفا به، وقيل بلى. ويطلق أي المكروه على الحرام كقول الخرقي ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة. وترك الأولى أي ويطلق على ترك الأولى كقولك الصلاة في المسجد غير العتيق مكروهة ونحو ذلك. وقيل هو حرام، ذكره بعض أصحابنا وجها لنا، وقاله محمد بن الحسن، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب. والمكروه في عرف المتأخرين من أصحابنا ينصرف إلى التنزيه ولا يتناوله، أي المكروه الأمر المطلق، الأمر أي المكروه الأمر المطلق، يعني هكذا ولا يتناوله، أي المكروه فتحة على الهاء، الأمر المطلق، تأخر الفاعل وتقدم المفعول. أحسن الله عليك. ولا يتناوله أي المكروه الأمر المطلق، اختاره الأكثر خلافا للرازي الحنفي. وذكر التميمي الأول قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا. وإنما قلنا ولا يتناوله الأمر المطلق لأن الصحيح عندنا أن الأمر المطلق للوجوب. أحسنت. قال المكروه أي تعريفه ضده، والضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو المندوب، أي ضد المندوب. ثم قال وهو، يعني إذا قلنا إن المكروه هو ضد المندوب فليكن تعريفه إذن ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، ما مدح الشارع تاركه ولم يذم
فاعله، وهل هذا ضد الذي ذكره المصنف المندوب؟ يعني متى يكون هذا التعريف ضدا؟ لو قال في المندوب ماذا؟ ما مدح فاعله ولم يذم تاركه، حينئذ يكون الضد ما هو في المكروه؟ ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. وضح؟ وضح الإشكال؟ فالعبارة فيها تسامح. يعني قال: وفي كونه، هذا شروع في مسألة ثانية. إذا المسألة الأولى من مسائل المكروه هي تعريف المكروه الذي يتضمن حكمه، وهو أن المكروه إذا فعله المكلف لا يذم ولا يعاقب، وإذا تركه امتثالا، يعني تهيأت له أسباب فعل المكروه فتركه طاعة لله، فإنه ماذا؟ يمدح التارك حينئذ، لأنها نية صالحة، فهي عمل من أعمال القلوب والجوارح أيضا، فيثاب عليه. طبعا كنا من أعمال القلوب والجوارح، أما القلب فواضح أنه تركه طاعة لله، وأما أنه من أعمال الجوارح فلأن الصحيح من أقوال العلماء أن الترك فعل، أن الترك فعل، ولهذا يترتب عليه الثواب والعقاب، بل حتى العقوبات الدنيوية أحيانا تترتب عليه. قال: وفي كونه، أي المكروه، منهيا عنه حقيقة ومكلفا به، يعني وفي كون المكروه منهيا عنه حقيقة وفي كون المكروه مكلفا به كالمندوب، مسألتان. لكن كما قلنا أن الكتاب مبني على الاختصار، حتى في الشرح يختصر، فهما مسألتان ضمتهما عبارة واحدة. وفي كونه، أي المكروه، منهيا عنه حقيقة، هذه مسألة. ثم قال: ومكلفا به، يعني وفي كون المكروه مكلفا به يعد تكليفا كالمندوب، أحال على الخلاف الموجود في المندوب على القولين المذكورين في أن المندوب مأمور به حقيقة وفي أن المندوب تكليف. قال: على الخلاف السابق في المندوب، اختيار الأكثر أنه منهي عنه حقيقة، وقيل لا. نعم، جمهور العلماء على أن المكروه نهى عنه الشارع نهيا حقيقيا، يعني إذا ورد نهي شرعي عن المكروه فدلالة النهي على المكروه دلالة حقيقية وليست دلالة مجازية، وحينئذ لا يحتاج إلى قرينة. نعم. قال: وقيل لا، القول الثاني أن المكروه ليس منهيا عنه حقيقة وإنما على سبيل المجاز، ويرد على الجمهور نفس الإيراد السابق بأن يقال: إن قلتم إن المكروه منهي عنه نهيا حقيقيا، وفي نفس الوقت أنتم تقولون إن النهي يقتضي التحريم، وأن التحريم معنى من معاني الأمر حقيقة، فيكون التحريم والكراهة معنيان متساويان يدل عليهما لفظ واحد وهو النهي، وحينئذ ما يصح ترجح معنى حقيقي على معنى حقيقي آخر لاستوائهما في الدلالة، فيكون قبيل المشترك، فيكون مجملاً متوقفاً على القرائن، وهذا يخالف قولكم النهي المطلق يقتضي التحريم. والجواب نفس الجواب، بأن نقول فرق بين النهي المطلق وبين قولنا مطلق النهي، فالنهي المطلق شيء واحد وهو التحريم، لأن النهي إذا المطلق المجرد عن القرينة هو تحريم فقط، وأما مطلق النهي فالمراد أي نهي كان صدر من الشارع، فهذا يصدق بالتحريم ويصدق بالكراهة. ثم قال: والأكثر على أنه ليس مكلفا به، وقيل بلى، أيضا ذكر قولين ك
كما ذكر في المندوب. إذن القول الأول ما هو؟ أن المكروه ليس تكليفا، الكراهة ليست تكليفا، والمكروه ليس مكلفا به. ودليلهم ماذا؟ قالوا لعدم وجود الكلفة. لماذا؟ لأن المكروه حتى لو فعله لا، نعم مكروه يعني حتى لو فعله أقدم عليه فإنه ليس معرضا للعقوبة، فأين الكلفة؟ لا يوجد كلفة، إن فعله أو تركه لا يوجد فيه عقاب. هذا القول الأول. قال وقيل بلى، يعني القول الثاني أن المكروه تكليف. لماذا؟ قالوا لأن فيه كلفة، لأنه امتناع، ترك للشيء، وقد يكون هذا الترك محببا للنفس فيمتنع عنه، ففيه كلفة، إلا أنها كلفة محتملة داخلة تحت الطاقة. ويرد على الأكثرين نفس الإيراد. ما هو الإيراد؟ كيف تقولون أن المكروه ليس مكلفا به وأنتم تعدون الكراهة من الأحكام الشرعية التكليفية؟ والجواب عين الجواب، وهو أن الأحكام الشرعية التكليفية مرادنا بها ما تعلق بأفعال المكلفين. قال ويطلق، هذه مسألة رابعة تتعلق بالمكروه بعد أن عرفه، وبعد أن ذكر أنه منهي عنه حقيقة، وبعد أن ذكر أنه ليس مكلفا به، ذكر هذه المسألة في استعمال العلماء لمصطلح المكروه. والمصطلحات مفاتيح العلوم، فالعناية بمدلولاتها ليس من الترف. نعم الإغراق في التعريفات بعد الاتفاق على المعنى هو الذي يعاب، أما العناية بتفسير المصطلح نفسه فإنه لا يعاب، لأن المصطلحات هي أساس هذه الفنون، ولولاها فكيف يحصل التفاهم بين طلاب العلم أو بين العلماء وطلاب العلم إذا لم تكن هناك مصطلحات تدل على معان معروفة عند أهل العلم، يعني عند أهل ذلك الفن. فقال ويطلق، يعني في كلام العلماء، يعني في كتب الفقه خصوصا، يعني في كتب الفقه خصوصا. ويطلق أي المكروه على الحرام، يعني بعض العلماء خصوصا المتقدمين كانوا يستعملون الكراهة ويريدون بها التحريم، فمكروه عندهم مرادف للمحرم. قال كقول الخراقي ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة. والخرقي يريد التحريم أو كراهة التنزيه؟ يريد التحريم، لأن هذا هو المذهب. إذا استعمل يكره وأراد يحرم. قال وترك الأولى، إذا عندنا ترك الأولى هو المعنى الثالث. المعنى الأول للمكروه ما هو؟ ما ذكره في أول المسألة، المسألة الأولى، أنه ماذا؟ ما يذم، ما لا يذم فاعله، أو قال ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، هذا هو المعنى الأول، يعني كراهة التنزيه يعني. والمعنى الثاني هو الحرام، وهو ما يذم فاعله ويثاب تاركه امتثالا. والمعنى الثالث ترك الأولى، يعني فعل خلاف الأولى، خلاف الأولى، اللفظ المشهور في كتب الفقه حين يقولون وهذا خلاف الأولى. قال أي ويطلق أي المكروه على ترك الأولى، كقولك الصلاة في المسجد غير العتيق مكروهة ونحو ذلك. الصلاة في المسجد غير العتيق يعني في المسجد الحديث، وترك المسجد العتيق، يجد مسجدين أحدهما عتيق يصلون فيه من 50 سنة
وآخر جديد يصلون فيه من شهر فيصلي في المسجد غير العتيق قالوا مكروها. ماذا أرادوا بالكراهة؟ خلاف الأولى، لأن الأولى أن يصلي في المسجد العتيق، كما ثبت هذا عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا مر بمسجد سأل عنه فقال أمحدث هذا؟ فإذا قالوا نعم مضى يعني تركه، وإن قالوا عتيق دخل وصلى فيه. ويبقى التفريق بين، يعني تلاحظون أن إطلاق المكروه على خلاف الأولى يعني كأنه دل على غير معناه الأصلي الأول، لأن المعنى الذي ذكره في أول مسألة هو المعنى الأصلي للمكروه الذي هو كراهة التنزيه، فإطلاقه على الحرام إطلاق له على يعني على معنى آخر غير أصلي، وإطلاقه على ترك الأولى كذلك. وحينئذ نحتاج إلى التفريق بين المكروه وبين خلاف الأولى، ما معنى قولنا مكروه وما معنى قولنا هذا خلاف الأولى؟ والفرق بينهما أن المكروه ما ورد فيه نهي مقصود، ما تناوله نهي مقصود، ما دل عليه نهي مقصود للشارع، بخلاف المصطلح الثاني خلاف الأولى فإنه لم يرد فيه نهي مقصود. ويستبين هذا بالأمثلة. فمثال المكروه في الفعل، لأن عندنا فعل وعندنا ترك، فمثال المكروه في الفعل النذر، فإن فعله مكروه وقد ورد فيه نهي شرعي كما في الصحيحين، فيه نهي وفيه ذم أنه يستخرج من البخيل. ومثاله في الترك يعني ما تركه مكروه، مثاله ترك ركعتين عند دخول المسجد، فإنه ورد فيه نهي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومثال خلاف الأولى في الفعل، طبعا قلنا خلاف الأولى ما هو معناه؟ ما لم يرد فيه نهي مقصود، ما ورد فيه نهي معينة. قالوا مثال الخلاف الأولى في الفعل مثل صوم الحاج يوم عرفة، قال هو خلاف الأولى لأنه ما ورد فيه نهي فيما قيل، يعني ما ورد فيه نهي، هذا في الفعل. طيب وفي الترك يعني ما هو خلاف الأولى في الترك بمعنى تركه خلاف الأولى؟ قالوا مثل صلاة الضحى. صلاة الضحى هل نقول يكره ترك صلاة الضحى؟ لا، إنما نقول ترك صلاة الضحى هو خلاف الأولى لأنه ما ورد فيه نهي. وأظن بهذه الأمثلة اتضح الفرق بين المكروه وبين خلاف الأولى. طبعا يبقى بعد هذا أيضا يعني إشكال، إذا قلنا إن خلاف الأولى غير المكروه ولكن من إطلاقات المكروه خلاف الأولى، وإلا الأصل أن المكروه غير خلاف الأولى، فحينئذ يكون خلاف الأولى حكما سادسا من الأحكام الشرعية التكليفية، صح ولا لا؟ حكم سادس هو حكم شرعي وهو مذكور في الفقهاء، أليس يقولون حكمه أنه خلاف الأولى؟ فهو حكم سادس. نعم بعضهم جعله حكما سادس، بعض الكثير من المحققين من علماء الأصول الفقه جعلوا خلاف الأولى حكما سادسا من الأحكام الشرعية التكليفية، وزاد بعضهم سابعا وهو العفو. العفو حكم اسمه العفو، العفو من الله سبحانه وتعالى عن الفاعل، ك يعني من أمثلة العفو جناية غير المكلف، الصغير مثلا إذا سرق
صغير عمره 5 سنوات مثلا وسرق، ما حكم هذا الفعل؟ عندكم أنتم تعرفون الأحكام التكليفية 5؟ طيب انظروا ماذا يوصف فعله؟ هل تستطيع أن تقول إنه مباح؟ لا، ما يجوز، ما يجوز أن تنسب هذا للشريعة، أن تقول يباح للصغير أن يسرق وأن يزني وكذا، لا، حاشا، شريعة الله أن تكون هكذا. طبعا والأحكام الأربعة الأخرى كذلك، ما تستطيع أن تقول مكروه ولا محرم ولا واجب ولا مندوب، إذن هو عفو، فتكون الأحكام 7، لأن هذه أحكام تتعلق بأفعال الناس كلهم. فإن قيل المراد الأحكام الشرعية التكليفية المتعلقة بأفعال المكلفين، فنقول أفعال المكلفين بالقوة أو بالفعل، بالقوة يعني بالإمكان، يعني هو بالغ عاقل، بالفعل يعني مآله إلى التكليف كالصغير والمجنون، فإن الصغير قد يكبر والمجنون قد يعقل. ومن ثم فما من فعل من أفعال البشر إلا ويدخل تحت الأحكام 7. قال وقيل هو حرام، لازال في نفس المسألة يتكلم عن مصطلح المكروه، وقيل هو حرام ذكره بعض أصحابنا وجها لنا، ذكره بعض الحنابلة وجها في المذهب أن المكروه محرم، بمعنى أن من فعل المكروه فإنه يأثم، يعطى حكم المحرم. طبعا كما قلنا إن هذا الكلام في ماذا؟ في المصطلح، الكلام في المصطلح، وإلا فلا يختلفون على أن المكروه بالمعنى الذي ذكرناه أولا أنه لا يأثم فاعله ويثاب تاركه امتثالا، هذا ما يختلفون عليه، لكن الكلام هنا في ماذا؟ في المصطلح. ثم قال وقاله محمد بن الحسن الشيباني الإمام المشهور رحمه الله، ثم قال وعن أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب. الآن ذكر عدة أقوال. الحنفية يذكرون في كتبهم أن مذهب ابن حسن، يعني الحنفية حين يذكرون الخلاف، يعني هو الخلاف بين محمد بن الحسن وبين الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله جميعا، هو واقع موجود، لكن ليس في مصطلح المكروه، وإنما في مصطلح المكروه تحريما، كلمتين كالكلمة الواحدة، مصطلح عند الحنفية يسمونه المكروه تحريما. لماذا؟ لأنه يقابله عندهم المكروه تنزيها. فالخلاف الذي يذكره الحنفية بين محمد وبين أبي يوسف وأبي حنيفة هو الخلاف في تفسير ماذا؟ المكروه تحريما. فمحمد بن الحسن يقول المكروه تحريما هو نفسه الحرام مرادف له، فحينئذ تقول هذا شيء محرم أو تقول هذا شيء مكروه كراهة تحريمية. ومذهب الشيخين أبي يوسف وأبي حنيفة أن المكروه تحريما إلى الحرام أقرب، ما قالوا محرم وإنما قالوا إلى الحرام أقرب. طيب ما الفرق؟ قالوا الفرق بينهما أنه إذا قلت محرم فمعناه أن فاعل المكروه تحريما متوعد بالعذاب، العقوبة بدخول النار، وإذا قلت إلى الحرام أقرب فمعناه أنه يستحق العقوبة، لكن عقوبة دون عقوبة دخول النار، بأن يحرم مثلا الشفاعة، يحرم من الشفاعة مثلا، هكذا قال من الحنفية. طبعا نحن نفسر مصطلحاتهم على ماذا؟ على ما ذكروا. والحنفية يفرقون بين المحرم والمكروه تحريما من جهة الدليل الدال على الحكم، فإن كان الدليل قطعيا سموه حراما أو محرما، وإن كان ظنيا سموه مكروه كراهة تحريمية. ويبقى المصطلح الثالث وهو المكروه كراهة
تنزيهية وهو عين المكروه عند الجمهور، وهو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. ما أسمعك. طيب سمعت الآن، لا بأس. الحكم يعني هناك قد يطلق المكروه في أول الكلام والمراد به ماذا؟ الحرام. فإذا قال ويكره بمعنى يحرم، لكن هنا قال ماذا؟ قال وقيل هو الحرام، فالمكروه عين الحرام، يعني ليس فقط من إطلاقاته، بل إذا قلت مكروه أحمله على الحرام. بينما الأول يقول من استعمالاته في بعض المواضع أنه يطلق ويراد به المحرم في مواضع معروفة عنده محصورة، كما مثل بكلام الخرقي. لكن هنا قال المكروه هو الحرام. طبعا وهذا كما قلنا بعيد، وهو قال وجه عندنا وهو مرجوح في المذهب، لأن عامة الحنابل القول المعروف عندهم أن الحرام غير المكروه. إذن قلنا ماذا؟ إذن عند الحنفية ماذا؟ المحرم والمكروه تنزيها والمكروه تحريما. وعرفنا خلاف محمد وأبي يوسف وأبي حنيفة فقط هو في ماذا؟ في المكروه كراهة تحريمية. أما المكروه كراهة تنزيهية فلا يختلفون، لا يختلف الثلاثة، ويعبرون حينئذ بعبارة نظير عبارة إلى الحرام أقرب، فيقولون إلى الحل أقرب. يعني يقولون في المكروه كراهة تنزيهية هو إلى الحل أقرب، ويقولون في المكروه كراهة تحريمية ماذا؟ هو إلى الحرام أقرب. إلى الحرام أقرب فسرناه، لكن إلى الحل أقرب بمعنى أنه لا يأثم، يعني يذم لكنه لا يأثم، فلا يحرم شفاعة ولا يتوعد بدخول النار، هذا معناه عند الحنفية والله أعلم. قال والمكروه في عرف المتأخرين لازال الكلام مستمرا في مصطلح المكروه، فقال والمكروه في عرف المتأخرين من أصحابنا ينصرف إلى التنزيه، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله. المكروه استقر هذا المصطلح عند المتأخرين على المصطلح المعنى الذي تعرفونه، وهو ما يمدح تاركه امتثالا ولا يذم فاعله. قال من أصحابنا، في عرف المتأخرين من أصحابنا، وهو أيضا عرف المتأخرين من المالكية ومن الشافعية. وإنما الكلام عند من؟ يعني الخلاف عند من في هذه المسألة؟ عند الحنفية، لأن الحنفية متأخروهم ومتقدموهم على التفصيل الذي على التفصيل الذي ذكرناه. ثم قال ولا يتناوله، هذه مسألة جديدة تتعلق بالمكروه، ولعلها خامسة المسائل، أليس كذلك؟ نعم، المسألة الخامسة. قال ولا يتناوله أي المكروه الأمر المطلق. الأمر المطلق يعني الذي ليس فيه قرينة تنفي فعل المكروه مع هذا المأمور، إنما أمر بعبادة معينة وسكت عن النهي عن أن يصاحبها فعل مكروه، هذا الأمر المطلق هل يتناول المكروه أو لا؟ طبعا مسألة غريبة فيها شيء من الغرابة، كيف أمر والمكروه؟ المكروه من جملة المنهيات، فكيف نقول الأمر هل يتناول المكروه؟ وذكرهم للمسألة بسبب ورود صور في الفقه تحتاج إلى ضابط، وهو ما إذا صاحب العبادة فعل مكروه، كأن يصلي ويرفع بصره إلى السماء، رفع بصره إلى السماء مكروه،
والصلاة مأمور بها وأقيموا الصلاة. فإذا صلى تصح صلاته أو لا وتجزئه أو لا تصح؟ من هنا جاء الإشكال. فلهذا ذكروا هذه المسألة أن الأمر المطلق هل يتناول المكروه فتصح العبادة معه مع فعل المكروه، أو لا يتناول المكروه فإذا فعل المكروه في المأمور به لم تجزئ تلك العبادة المأمور بها، هذا معنى المسألة. قال اختاره الأكثر. ما هو الذي اختاره الأكثر؟ أن المكروه لا يتناوله الأمر لأنهما ضدان، فالأمر عكس النهي، فكيف يتناوله؟ وكيف الحكيم يأمر بشيء وينهى عنه في نفس الفعل؟ ما يصح هذا، ما يليق هذا. قال اختاره الأكثر، نعم هو قول الأكثر من الحنابلة وأكثر الشافعية، وهو بعض قول بعض المالكية، وهو الصحيح عند الحنفية، لأن الحنفية ينسبون لهم هذا المذهب وعكسه غير الحنفية، لكن الصحيح عند الحنفية أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه. قال خلافاً للرازي، شروع في المذهب الثاني في المسألة. قال خلافاً للرازي الحنفي، لأن هناك رازي شافعي فقيده بالحنفي، والمراد أبو بكر الرازي الجصاص المتوفى سنة 370 هجرية. هذا هو المذهب الثاني. إذا مذهب أبي بكر الجصاص رحمه الله، وهو مذهب أيضا بعض الشافعية وبعض المالكية، ونسب إلى الحنفية خطأ، ونسب أيضا إلى الإمام مالك رحمه الله، هو أن المكروه أن الأمر المطلق يتناول المكروه. ثم قال وذكر التميمي الأول قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا. ذكر التميمي، الظاهر أن المراد به أبو الحسن التميمي، أشهر التميمي من الأسر المشهورة في بغداد في القرن الرابع والخامس الهجري، أسرة التميمي من الأسر الحنابلة المعروفة، وأشهرهم أبو الحسن التميمي عبد العزيز بن الحارث المتوفى سنة 371 هجرية. ولا يبعد أن المراد بالتميمي هنا هو حفيده رزق الله ابن عبد الوهاب ابن عبد العزيز، لا يبعد، لأن له عناية أيضاً بنقل مذهب أحمد وأصحابه في رسالته المعروفة في أصول مذهب الإمام أحمد. فذكر التميمي رحمه الله أن المذهب الأول هو قول الإمام أحمد، يعني أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه، وأن أصحابه اختلفوا والأمر كما قال الحنابلة، نعم مختلفين في هذا، إلا أن الأكثر على أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه. ثم قال وإنما قلنا ولا يتناوله الأمر المطلق، الضمير في ولا يتناوله يرجع للمكروه. قال وإنما قلنا ذلك، هذا شروع في الاستدلال، في الاستدلال المذهب الجمهور، قال لأن الصحيح عندنا أن الأمر المطلق للوجوب، يعني لأن الصحيح المقرر عندنا هو أن الأمر يفيد الوجوب، فلو تناول المكروه فكان معناه أن الأمر المطلق يفيد الوجوب والكراهة، يصح هذا؟ ما يصح، هذا تناقض، فحينئذ هذا ينفي القول بتناول الأمر المطلق للمكروه. نعم. قال والمباح، قرأت هذا شيء؟ تفضل. طبعا هم صوروا الخلاف فروعا ذكروها فيها بعد، بنائها على الخلاف فيه بعد، ولهذا تركته. والمسألة كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن فيها تلبيسا، يقول هذه المسألة فيها تلبيس، لأن الشارع إذا أمر بصلاة أمر بها أمرا مطلقا، فما يتصور أن يقال إنه يتناول المكروه. إذا صلى كما قلنا ورفع بصره إلى الصلاة
يقال أدى ما أمر به، لأن المأمور هو ماذا؟ بالصلاة لا برفع بصره. فما يتصور أن يعني أن يجتمع أمر وكراهة في مدلول نص الشارع، ما يتصور هذا. فقال في هذا تلبيس وتدليس، يعني كأنه يقول ما ينبغي أصلا أن تذكر هذه المسألة، كأنه يقول ما يتصور فيها، يعني ما ينبغي أن يكون فيها خلاف، لأنه لا يمكن أن يجتمع أن الشارع يأمر بشيء وينهى عنه. نقول ينهى عنه لأن المكروه من جملة المنهي، فما يتصور هذا أصلا. طبعا الفروع تختلف، فمثلا من يصلي بلا طهارة، عفوا من يطوف بالكعبة بلا طهارة عند الحنفية، فعند الحنفية يعني يكره أن يطوف بالبيت وهو غير متطهر، فهل تجزئه؟ نعم تجزئه. وفي بعض الفروع تجد أنهم يقولون بعدم الإجزاء، في بعض الفروع تجد أنهم يقولون بالأجزاء، لا أقصد الحنفية بل حتى غيره، مما يدل على أن تصور أن يكون لهذا الأصل فروعا وأثرا للخلاف بعيد، فيه بعد. نعم هم ذكروا، يعني ذكروا من صورها إذا طاف منكوسا رجلاه إلى أعلى ورأسه إلى أسفل فهل يصح طوافه؟ قالوا بناء على القول بأن طبعا الطواف منكوسا مكروه أو خلاف الأولى، فقالوا بناء على القول بأن الأمر يتناول المكروه طوافه صحيح، وعلى القول بأن الأمر لا يتناول المكروه طوافه لا يجزئه. وأيضا صوروه أو ذكروا أيضا من ثمرات الخلاف من توضأ منكسا وضوءه، بدأ بآخر شيء وهو الرجلين إلى أول شيء وهو غسل الوجه، فهذا مكروه. فهل يصح وضوءه؟ قولان، قيل يعني قيل أن فيها أن في المسألة قولين ينبنيان على الخلاف في هذا الأصل، فهذا محل بحث. يعني قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق هذا أمر، فمن طاف منكوسا هل يدخل فيه؟ هذه صورة المسألة عند من يقول بهذه المسألة. وكما قلت لكم المسألة فيها إشكال كبير، وقد لا يتصور أو لا يصح أن يكون فيها خلافا والله أعلم، أن يكون فيها خلاف والله أعلم. نعم تفضل يا شيخ. والمباح أي تعريفه ما استوى طرفاه، أي لا ثواب فيه ولا عقاب ولا مدح ولا ذم، كالأكل والشرب والمشي إذا لم يوجد سبب يوجبه أو يسنه، وهو أي المباح غير مأمور به، قاله الأكثر خلافا للكعبي. وعلى قول الأكثر إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز، اختاره الأكثر. وقيل حقيقة اختاره أبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية. نعم أحسنت. هذا المباح آخر الأحكام التكليفية، الشرعية التكليفية الخمسة. فقال والمباح أي تعريفه ما استوى طرفاه، ما استوى فيه الطرفان، ثم فسر الطرفين فقال أي لا ثواب فيه ولا عقاب ولا مدح ولا ذم. إذا المباح ليس فيه ذم أي ليس فيه عقاب، وليس فيه مدح أي ليس فيه ثواب. ولو أن المصنف اختصر، والكتاب كما ترون مبني على الاختصار في متنه وشرحه، وأتى بلفظ ثاني بدل المدح والذم، لأن المدح والذم ما الفرق بينها وبين الثواب والعقاب؟ لا فرق، وهو من عطف المترادفات ليس كذلك؟ فكان يعني الأحسن أن يقول لا ثواب فيه ولا عقاب في فعله وتركه، لا ثواب ولا عقاب في فعله وتركه لكان أحسن. وكان حذف اللفظ الثاني لأنه رديف الأول، وكان أفاد فائدة جديدة. ما هي الفائدة الجديدة؟ أن صور المباح أربع، حاصلة من ضرب اثنين في اثنين، ما هي؟ الثواب والعقاب والفعل والترك، فتكون صور المباح كم؟ تكون أربعا،
إذا فعل لا يثاب، إذا ترك لا يثاب، إذا فعل لا يعاقب، وإذا ترك لا يعاقب. وهذه صور صحيحة. نعم، المباح يصدق بالصور الأربع. ثم مثل لذلك فقال: كالأكل والشرب والمشي، يعني في الأحوال المعتادة، يعني مطلق الأكل والشرب والمشي في الأحوال العادية. قال: إذا لم يوجد سبب يوجبه أو يسنه، إذا لم يوجد سبب يجعل هذه يجعل المباح واجبا أو يجعل المباح مسنونا، فإنه حينئذ يكون مباحا. فالمشي مثل به للمباح، لكن المشي لصلاة الجمعة يكون واجبا لوجود السبب، وهو حضور الفريضة صلاة الجمعة. طيب، والمشي مثلا للصدقة على فقير يكون مستحبا، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهكذا الأكل مثلا، الأكل للتقوى على قيام الليل كما كان يفعل سفيان مثلا يكون مسنونا في حقه. طيب، والمشرف على الهلاك ووجد طعاما يكون أكله واجبا استبقاء للمهجة، لأنه يجب عليه أن يستبقي روحه، ما يجوز له أن يقحم نفسه في مهلكه ويميت نفسه، وهكذا. ثم قال: وهو أي المباح غير مأمور به، قاله الأكثر خلافا للكعبي. ذكر القولين: المباح هل هو مأمور به يدخل تحت الأمر؟ فجمهور العلماء، أكثر العلماء، على أن المباح ليس مأمورا به. نعم، هو مذهب أكثر العلماء. وخالف في هذا الكعبي من علماء المعتزلة، فقال: المباح مأمور به، وهذا مذهب شاذ، يعني هذه من صور الخلاف الشاذ في أصول الفقه. فلو حكي الإجماع على القول الأول لم يكن بعيدا. ووجه قول الكعبي قال: أن السكوت مباح، والسكوت يترك به الكذب والغيبة والنميمة. وترك الغيبة والنميمة والكذب ما حكمها؟ تركها واجب. إذن السكوت يكون واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال: وعلى قول الأكثر، وعلى قول الأكثر، وهو أن المباح ليس مأمورا به. قال: وعلى قول الأكثر إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز، يعني وعلى قول الأكثر، فإذا جاء أمر شرعي وأراد به الشارع الإباحة فحينئذ يكون تناول الأمر للمباح في تلك الصورة على سبيل المجاز. وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا ماذا؟ أمر، الصيد مباح. فكلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فكلوا، كلوا إيش؟ أمر، والأكل مباح. فحينئذ نقول دلالة الأمر على المباح هنا دلالة مجازية لا دلالة حقيقية. ثم قال: اختاره الأكثر، يعني ما هو الذي اختاره؟ أن دلالة الأمر على المباح إن ورد المباح بصيغة الأمر أنها دلالة مجازية. قال: اختاره الأكثر، لأن يعني المباح يعني غير مأمور به، غير مطلوب أصلا، بل هو مخير في فعله وتركه من غير ثواب ولا عقاب، والأمر ليس كذلك. ثم قال: وقيل حقيقة، بمعنى أن المباح إذا جاء بصيغة الأمر فإن دلالة الأمر على المباح دلالة ماذا؟ حقيقية. لماذا دلالة حقيقية؟ قالوا: لأن هذا ورد في النص الشرعي كما مثلنا في الأمثلة السابقة، فكلوا مما في الأرض، اصطادوا، نحو ذلك. قالوا: والأصل في الاستعمال الحقيقة، فنحمله على أصله، نحمل الأمر على أصل الاستعمال وهو الحقيقة. وهذا قول أبي الفرج الشيرازي المقدسي من تلاميذ أبي يعلى، وقد مر معنا، وهو أيضا قول بعض الشافعية.
ونكتفي بهذا القدر من درس الأصول، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.